السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا شباب، كيف الحال؟ معكم عبد الباري من ليبيا. طبعا الفيديو هذا حبيت أني نجمع فيه كل الديتيلز وكل المعلومات اللي عرفتها على البلاي ستيشن 4، ونتمنى أن يكون فيديو واحد بس يكفي ويوفي أي شخص يبحث عن معلومات على البلاي ستيشن 4 قبل نزوله. وطبعا احنا بصدد أنه حينزل البلاي ستيشن 4 في الأيام هذه القليلة القادمة. نتمنى يكون يعني فيديو يكفي. وقبل ما نطول عليكم وقبل ما نبدأ في المعلومات، نحب نقدم الفيديو هذا طبعا هدية خاصة لأعضاء صفحة Kingdom of PlayStation 3. أعضاءها طبعا صراحة هم اللي شجعوني، هم اللي طلبوا يعني يكون فيديو مفصل فيه على PlayStation 4. خير من الناس يعني تحير وكذا، وكل موقع مثلا ما يعطيش هذيك المعلومات الكاملة والكافية، وإن شاء الله يعني يكون قد الطلب. أول حاجة نبدو في وحدة المعالجة المركزية أو البروسيسور. بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية مطورة من قبل شركة AMD بثمانية أنوية. الوحدة هذه ستنطوي على رقاقة واحدة تجمع ما بين وحدة معالجة للعمليات المنطقية ووحدة معالجة رسومية، فيها حوالي 18 وحدة حساب، قادرة أن هي تحسب لك عدد هائل يعني من العمليات في الثانية الواحدة، أكثر من 10 تريليون أو حاجة زي هيك، يعني 10 وفيها 12 صفر جنبها. القدرة العلاجية هذه الهائلة في شنو مسؤولة؟ هي مسؤولة على المحاكاة الفيزيائية وفي الرسومات تكتشرز، وأن هي تدمج ما بيناتهم، وهي المسؤولة كذلك في عمليات الداونلود والأبلود واللعب في المولتي بلاير. أما بالنسبة للذاكرة العشوائية أو الرام، فإن شركة البلايستيشن 4 في الجيل هذا الجديد استخدمت رام حجمها 8 جيجا. نوع الرام هذه GDDR5. سرعة التحميل الرام هذه توصل لحوالي 176 جيجا بت في الثانية. يعني كمقارنة أولى بين البلايستيشن 4 وبلايستيشن 3، وتشوف الفرق في الرام، هي سرعتها تبلغ حوالي 16 ضعف من السرعة اللي كانت عليها البلايستيشن 3. الرام في الأصل هذه مخصصة لكروت الشاشة لسرعتها في عرض الرسوم ونقل البيانات، لكن شركة سوني أرادت أن يكون جهاز يعني كامل، سريع جدا وسهل التطوير. هذا علاش يعني أغلب شركات الألعاب بيطوروا ألعابهم على البلايستيشن 4 مش على الإكس بوكس 1. فللعلم نبي نقول لكم على حاجة، إن الرام الأولى كانت من نوع DDR3 وهذه من GDDR5. الزوز هادو مديرتهم شركة AMD، لكن الشركة شن دارت مقارنة بيناتهم، يعني شن هو الأفضل يكون في الجرافيكس والرسوم للألعاب، حيث أن حجم 512 ميجا من رام GDDR5 هذه الثانية أحسن بحوالي 20% من الرام حجمه 1 جيجا من DDR3. يعني ان نص GDDR5 او 512 ميجا بس منها خير من جيجا كاملة من DDR3، خير منها ب 20%. هذه بالنسبة للذاكرة العشوائية او الرام. نجو بعدين لقارئ الاقراص البلوراي، سرعته حوالي 6x، سرعة نقل بياناته يعني عالية توصل لحوالي 27 ميجا بايت في الثانية. كمقارنة بين البلايستيشن 4 وبلايستيشن 3 خير منها بثلاث مرات، يعني ثلاثة اضعافها. اما بالنسبة للميزات الثانية والمآخذ، فان البلايستيشن 4 طبعا بيدعم تقنية الواي فاي، سرعة نقل بياناتها طبعا ضخمة، وبيحتوي على مقبض سلكي للشبكة، وعلى تقنية بلوتوث 2.1، وعلى عدد حوالي 2 مآخذ لليو اس بي 3، زيد على ذلك مأخذ رقمي متوافق مع كاميرا البلايستيشن اي، والبلايستيشن اي هذه حنحكي لكم عليها بروحها بالتفصيل، كذلك مأخذ الاتش دي ام اي، ومأخذ صوت رقمي كريستالي ايضا. اما توا فبنتكلموا على الشكل الخارجي للبلايستيشن 4. البلايستيشن 4 طبعا طلع اول مره في معرض الاي3، لونه حوالي اسود زي لون الاكس بوكس 1، ومع ذلك البلايستيشن 4 ذات مظهر زاوي، ويبدو انها صنعت من البلاستيك على غرار البلايستيشن 3، وطبعا حجمها اصغر من الاكس بوكس 1. نجو توا لحاجة تانية اللي هي البلايستيشن 4i. بالنسبة للبلايستيشن 4i هذه فيها عدستين استشعار متطورة جدا، الرؤية متاعها توصل لقريب 90 درجة، وهذه نسبة عالية حوالي 85 درجة زاوية الرؤية متاعتها، كذلك انها فيها 4 ميكروفونات تلتقط للصوت، وهذه تعطيك دقة اكثر في تحليل الصوت والتقاطه، وانك انت تميز بين صوتك الشخصي في اللعبة وبين صوت اللعبة في حد ذاته في نفس الوقت، فتخلي ان في تمييز بيناتهم وفي دقة عالية.
بالنسبة في حاجة ثانية حلوة انك انت تقدر تدير ساين ان للبروفايل متاعك عن طريق التعرف على شخصيتك والتمييز تمييز لشخصيتك تميزك بالوجه. ويمكن طبعا للاعب استخدام حركات جسمه الخاصة وصوته الخاص مش انه يستمتع يعني اكثر بالبلايستيشن 4 بشكل اكبر. بالنسبة للبلايستيشن 4 اي فها حاجة ثانية انها هي تدعم خاصية البلايستيشن موف. وطبعا انك انت تقدر تلعب عن طريق البلايستيشن 4 اي خير من البلايستيشن موف باكتر وبأدق يعني. فها طبعا الكاميرا البلايستيشن 4 هذه تدعم خاصية تسجيل الفيديو بدقات مختلفة. بالنسبة للدقات هما الجماعة اللي تفهم فها ثلاثة دقات مختلفة. اول واحدة 1280 ضارب 800 بإطار حوالي 60 إطار في الثانية، وفي كذلك واحدة ثانية 640 ضرب 400 مع حوالي 120 إطار في الثانية، وكذلك 320 في 192 مع 240 إطار في الثانية. هذا تسجيل الفيديو لما تسجل به فيديو يعني دقة عالية حلوة. بالنسبة لصيغ الفيديو هذه اللي انت تسجلها، شن هي صيغ الفيديو اللي بيطلعها البلايستيشن 4؟ صيغ الفيديو الـYUV وكذلك صيغة الـ RAW. بالنسبة للمدى الالتقاط الصورة يعني يوصل لحوالي 30 متر ب 85 درجة. نجو توا للبلايستيشن 4 كنترولر واللي بدي اسمها طبعا دول شوك 4. يبدأ التحكم هذه طبعا استعانت شركة سوني بشركات الألعاب مش إن هي تخلاها مناسبة أكتر ومريحة أكتر لمختلف الألعاب، يعني جميع الألعاب كألعاب سيارات ولا ألعاب حربية وهكذا. أول حاجة بنلاحظوها اللي هي الموف سنسر أو اللمبة الزرقاء هذه. اللمبة الزرقاء هذه يعني تشبه جهاز الموف اللي أصدرتها شركة سوني في البلايستيشن 3، والذي يسمح للكاميرا بالتقاطه لمعرفة تحركاتك. لكن في هلبة ميزات تانية مخليتها الشركة للألعاب لشركات الألعاب مش إن هم يعني يستخدموا هذه التقنية. واحدة من ميزات اللمبة الزرقاء هذه وأنا بصراحة يعني جربتها في معرض الجيمز كوم لقطة حلوة فيها، إنك أنت لو مثلا لعبنا في Call of Duty Ghost سبلت سكرين فزوز ضد بعضهم أنا وشخص تاني، فهو مشي يمين وأنا مشي يسار، فانقسمت الشاشة اللي ليا أنا خدتها على اليسار وهو مشي على اليمين. كذلك ان اللون قاعد يتلون، لما يبدا البلاير 1 يبدا لونه ازرق وبلاير 2 يبدا لونه زي البرتقالي داكن هيكي ولا احمر، تقدر تقولوا احمر يا احمر غير نسيتها. بالنسبه حاجه ثانيه الكنترولر فيها لوحه لمسيه في الوسط بهي، هي زي كتبسيط يعني كانها مهمتها زي اللي المربع اللي في اللابتوب عندنا تتصفح به طبعا الانترنت. وكذلك مخليات شركة البلايستيشن لشركات الألعاب مش يبدعوا فيه ويبتكروا فيه يديروا فيه حاجات مستقبلا للألعاب، وهذه يعني ميزة بتكون حلوة للبلايستيشن. طبعا حاجة تانية بنلاحظها ان زر الستارت والسيليكت تم ازالتها واستبدلوها بالشير والاوبشن. طبعا الشير هي اللي عليها الاهتمام الاكتر لان يعني بضغطة واحدة بس بتخليك انك انت تدير شير للصور ومقاطع الفيديو اللي كنت تاخدها، طبعا حوالي 15 دقيقة مقطع الفيديو تقدر تسجله. كذلك في حاجة تانية حلوة في يد البلايستيشن 4، في الاسفل في مكان يسمح لك انك انت تستخدم اي سماعات، مش يعني شركة سوني ما مش يعني احتكار انك انت تشري سماعات سوني خصيصا مش انك انت تسمع بهم خلال اللعب وهكذا، فانت تقدر تستخدم حتى الهيدفون بجميع انواعها مش انك انت تلعب بها خلال اللعبة، وانك انت يعني تحطها او زي ما تشوفوا فيه موضح في الصورة اسفل اليد. نجو توا لأهم نقاط الفيديو اللي هي ميزات البلايستيشن 4 أو شين الخدمات اللي تقدمها لك البلايستيشن 4. أول حاجة وأهم حاجة طبعا اللي حكينا عليها اللي هي مشاركة الصور ولقطات الفيديو متاعك بلقطة زر واحدة. حاجة تانية إنك تقدر تخلي اللعبة متاعك يبت مباشرة لايف عن طريق موقع اليوستريم مش إن أصحابك يشوفوه، سواء عن طريق الكمبيوتر أو من جهاز بلايستيشن 4. كذلك في ميزة تانية حلوة انك انت مثلا في لعبة بتنزلها من ستور ومدير لها داونلود وواصل الداونلود حوالي فقط 20 ولا 30%، تقدر تلعب بها الجيم وداونلود قاعد ما انتهاش، هذه ميزة حلوة بهي. حاجة تانية لو مثلا انت تلعب
مثلا الوالد ولا الوالدة ندوك وعندك مثلا مشغول وقالوك مثلا سكر بلاي ستيشن وتسكر البلاي ستيشن، حتى لو ما درت السيف لما ترجع وتفتح البلاي ستيشن حتلقى روحك واقف في نفس المكان، مش حتضطر مش متعود من جديد. هذه ميزة قوية. في ميزة تانية حتى هي قوية هلبة، اللي هي خدمة الجايكاي. لو سامعين بها الجايكاي هذا شيء الميزة ده. طبعا اول حاجة انه يخليك تلعب ببلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 والعاب البلاي ستيشن 3 جميع العاب الاجزاء السابقة. لكن في حاجة تانية ميزة تانية حلوة، لو مثلا انت ماشي خاش على ستور وفي حاجة مثلا ما عندكش وقت انك انت او ما تبيش تشري الجيم هذه لين انك انت تجربها، فطبعا يسمح لك انك تجرب الجيم وتلعب بها، ولو عجبتك مثلا دير لها داونلود وتاخذها او تشريها. ميزة ثانية اللي هي خدمة البارتي. البارتي هذه تخليك انك انت او تسمح لك بالتحدث مع 8 من اصحابك او من اصدقائك في نفس الوقت، حتى لو كان واحد منهم عن طريق جهاز بلاي ستيشن فيتا. ميزة تانية حلوة اللي هي انك تقدر تلعب، لو عندك مثلا جهاز بلاي ستيشن فيتا تقدر تلعب بجميع الالعاب اللي عندك على البلاي ستيشن 4 وتلعب اللعبة بنفس الجودة الجرافيكس ونفس كل شيء ومش هتتغير، وتقدر تلعب حتى اونلاين، وكل حاجة انت تدير فيها على البلاي ستيشن 4 في الشاشة الكبيرة تقدر تديرها على البلاي ستيشن فيتا. وميزة تانية حلوة انه مثلا لو انت شاري على سبيل المثال واتش دوغز، هذه لعبة حلوة، لو واحد من اصحابك مثلا ما عندهاش الجيمة هي تقدر تخليه تدير له مثلا انفايت وتلعب انت وياه في الجيم هذه اللي هو ما عندهاش، تقدر تلعب انت وياه مرحلة واحدة من الواتش دوغز، ورغم انه يعني صاحبك ما عندهاش في البلاي ستيشن اللي عنده، فانت تقدر تدير له انفايت وتلعب انت وياه في جيم هو ما عندهاش. في لقطة تانية قوية انك انت البلاي ستيشن 4 تقدر تتحكم به بالموبايل متاعك او التابلت تبعك، لو كان مثلا انت خارج المنزل فتقدر مثلا تخش على البلاي ستيشن 4 متاعك وتنزل او تدير داونلود لاي جيم او لاي ابديت او لاي مثلا ماب باك على الباتل فيلد 4 ولا على كول اوف ديوتي جوستس، تقدر تدير لها داونلود ولما ترجع للحوش يعني تلقاها الداونلود كومبليتد. بعد ما كملنا ميزات البلاي ستيشن 4 بتجول الاونلاين في البلاي ستيشن 4، طبعا لازم انك انت تشترك في خدمة البلاي ستيشن بلس. البلاي ستيشن بلس هي بتسمح لك انك بتلعب اونلاين مع اصحابك. شو ميزة البلاي ستيشن بلس؟ هي البلاي ستيشن بلس هذه بتخليك انك انت ليك الاولوية مش انك انت تجرب الالعاب قبل ما تنزل، قبل الناس التانية اللي ما عندهمش اشتراك في البلاي ستيشن بلس، ناهيك عن التخفيضات للالعاب. اما بالنسبة لطريقة مشاركة الجيمز على الجهاز متاعك، فتقدر تربط حسابك الحالي بتاع بلاي ستيشن 3 الاي دي متاعك تقدر تربطه ببلاي ستيشن 4 وحيكون لك هو يعني الجهاز الرئيسي ليك. لما يكون عندك بلاي ستيشن 4 جهاز رئيسي ليك، يعني ان اي حاجة انت منزلها داونلود يقدروا يلعبوا بها البروفايلات التانية في البلاي ستيشن 4 هذا مثلا خوتك، ويقدروا حتى هم يستفيدوا من خدمات البلاي ستيشن بلس، يعني انت بس تكفي انك تشترك بالبلاي ستيشن بلس مش ضروري كلهم، يعني جهاز بلاي ستيشن 4 واحد بس، لو فيه مثلا خدمة بلاي ستيشن بلس كلكم تقدروا تلعبوا اونلاين وكلكم تقدروا تستفيدوا من ميزات البلاي ستيشن بلس. حاجة ثانية حلوة، لو انت مثلا مشيت لعبت بجهاز بلاي ستيشن 4 تاني مش جهازك انت اللي انت ربطت فيه حسابك، لا جهاز واحد تاني، تقدر تدير داونلود من غير ما مثلا تشري من جديد، تقدر تدير داونلود للالعاب اللي انت شاريها قبل من البلاي ستيشن متاعك في ستور، لكن طبعا بشرط انك انت تدير سايند ان للبروفايل متاعك، تحط ايميلك وتحط الباسورد متاعك، مثلا هذا لو بروفايل صاحبك، لو مثلا هذا البلاي ستيشن 4 متاع صديق ليك، تقدر تخش وتدير سايند اوت طبعا من بروفايله وتدير سايند ان لبروفايلك انت وتدير داونلود للحاجات اللي انت شريتها من ستور. Yes, just like that. لكن لو مثلا دير سايند اوت هو معاش يقدر يلعب بها الا اذا كان بروفايلك انت هو اللي مدخل خاش به اونلاين وتقدر يعني تلعب اي حاجه انت منزلها من ستور، بمجرد ما طبعا تدير سايند اوت من بروفايلك هو ما يقدرش طبعا يلعب بها. فلو مثلا انتم درتوا تقعميزه وهكذا في اليوم هذاكاي وانت خاش ببروفايلك تقدروا تلعبوا باي حاجه انت منزلها من ستور. بالنسبة للألعاب الحصرية الإكسكلوسيف على الأونلي على البلاي ستيشن، فهذه يعني صور توضح الألعاب اللي حتنزل فقط على البلاي ستيشن 4 واللي أعلنت عليها رسميا شركة سوني، اللي هي 7 ألعاب من أهمها درايف كلوب وكيلزون وإنفيموس سكند سان.
نجول لاخر شيء شباب اللي هو سعر البلاي ستيشن 4 اللي اكدتها طبعا شركه سوني في هامش مؤتمر صحفي في معرض الجيمز كوم اللي داروه في المانيا عن طريق الرئيس التنفيذي لقسم الجيمز في الشركه اندرو هاوس. فقال ان البلاي ستيشن 4 حينباع في حوالي 32 دوله حول العالم بيتوفر بسعر 349 باوند في بريطانيا و 399 دولار امريكي في الولايات المتحده، طبعا اقل بحوالي 100 دولار من الاكس بوكس 1. تزامن مع الخبر هذا فقلت ان حتى شركه سوني قلت انها بتخفض سعر البلاي ستيشن 3 لحوالي 199 دولار في امريكا. ختاما شباب نحب نشكركم شكر خاص لكل من شاهد الفيديو من بدايته لنهايته، ونتمنى كذلك انكم ما تنسوش اللايك وانكم تشاركوني في الفيديو هذا من خلال حواراتكم وكومنتاتكم، ونتمنى اي شخص مش مداير سبسكرايب للقناة متاعي انه يعمل اشتراك مش توصل اخر فيديواتي. والسلام مسك الختام، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامة.